مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج زي اي يوم. من امتع الحاجات اللي في الدنيا واللي بتخلينا نفصل عن الواقع لبعض اللحظات ونخش في عالم غير عالمنا او اماكن غير اماكننا، وناكل اكل مش اكلنا ونجرب تجارب جديده ونشوف اماكن عجيبه. هو السفر. السفر من امتع الحاجات اللي الواحد يقدر يعملها، وميزه السفر انه متاح بكل الاشكال وبكل الميزانيات وفي كل البلاد. يعني ايه؟ يعني نقدر نسافر يوم صد رد، أو نسافر يومين تغيير، أو نسافر أسبوع أو حتى شهر، ونقدر نسافر ساعتين بالعربية أو بالقطر أو بالأتوبيس أو حتى بالطيارة والمركب، ونقدر نسافر 10 ساعات أو أكتر، كله موجود. سفر جوه بلدنا، سفر بره، ونشوف أماكن عمرنا ما شفناها، بيجي لها سياح من كل بلاد العالم، أو نبقى إحنا السياح ونلف في كل بلاد العالم. والفترة اللي احنا فيها بيبقى فيها اجازات وصيف ومصيف، وكتير بيستنى الوقت ده علشان يأجز يومين ويسافر مع مراته، مع عياله، مع عيلته، المهم انه يسافر. وزي ما في كتير بيحبوا السفر للبحر المتوسط واسكندرية والساحل الشمالي، في كتير بيحبوا البحر الاحمر، وفي اللي بيحبوا يسافروا بره. كان زمان طرق التعرف على البلاد اللي الواحد ممكن يسافرها بيبقى عن طريق مكاتب وشركات السياحة، ومع الوقت بقينا نعرف معلومات عن البلاد من جوجل والانترنت. لكن ظهر في السنين اللي فاتت طريقة جديدة بتساعد ناس كتير قوي على السفر، من أول يروحوا فين وأحلى البلاد للحجز وإجراءات السفر، وبقى كل الحاجات دي موجودة مع الترافل بلوجرز، ناس بتسافر وتنقل تجربتها كاملة في بلاد مختلفة علشان تساعد غيرها إنهم يسافروا ويعرفوا ريفيوهات عن الأماكن قبل ما يختاروها وقبل ما يختاروا هيسافروا فين. قبل ما نبدأ حلقتنا ونستضيف ضيوفنا من الترافل بلوجرز، نزلنا وسألنا الناس عن السفر وعن أكتر البلاد اللي بيحبوا يسافروها. تعال نشوف في التقرير ده قالوا إيه. البلد اللي نفسك تسافرها؟ اسبانيا، قطر، عايزه اسافر دبي، انجلترا، وخصوصا لندن، ممكن اليابان، نفسي اروح المالديف، نفسي اسافر تايلاند، السعوديه، ايطاليا، الامارات، ممكن اليابان، الاردن، امريكا طبعا، اكيد السعوديه طبعا، نفسي اسافر فرنسا، السعوديه صراحه، السعوديه، نفسي اسافر فرنسا، باريس وامريكا عشان ديزني. ليه عاوز تسافر السعوديه؟ اعمل عمره مولد النبي ان شاء الله، عشان اشتغل هناك في ريل استيت، احس في عراقه وفي ستايل ليها معين، تحس بأجواء معينة مش موجودة في أي مكان في العالم أعتقد. يعني ما فيش بلد شبهها أصلا إنجلترا، تحس ما فيش بلد شبهها، في ثقافة هناك يعني كويسة، وفي برضو أماكن كتير ممكن تروحها وتزورها عشان أشوف الأجواء الطبيعية واستمتع بقى وأغير جو وكده واستجم طبعا، علشان الطبيعة فيها طبيعة مختلفة عن العالم كله، عشان لولي تنبسط. إسبانيا أولا يعني يعتبر امتداد للبلد الإسلامية القديمة، فيها أثار جهنمية، فيها كورة، كان فيها كريستيانو، كان فيها ميسي، بس لا يا بلد تحفه بصراحه، عشان كاس العالم وتنظيم كاس العالم كانوا منظمينه بطريقه حلوه جدا، كل حاجه، كالتشر، الفورنيتشر، العماره، الاكل، اللبس، كل حاجه حلوه. بحسها بلد هاديه كده وعدد سكانها قليل، فبحب انا الهدوء. ثقافتهم مثلا عجباني، هناك التعليم مختلف بصراحه، دوله عندها عادات وتقاليد بيلتزموا بيها عجباني جدا بصراحه. اعمل حج، اعمل عمره، ربنا تقبلها ان شاء الله، هنشوف حاجات ما شفناهاش هنا، وفي ناس مشهوره بالبرفانات هناك وكده واللبس وكل ده.